بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل من نور على الدرب. في هذه الحلقة أيها الأحبة، يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الصالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. فضيلة الشيخ صالح، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال مواد غذائية وثياب ونحوها للأطفال وللقصر وللعائلة التي ليس لها عائل يحسن التصرف بالزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل أن تدفع الزكاة نقودا إلى المحتاج من أجل أن يتصرف فيها على حسب مصلحته، لكن إذا في بعض الحالات إذا كان المدفوع إليه لا يحسن التصرف في نفسه، إنها تدفع إلى وليه الذي يقوم عليه ويتولى شؤونه. فإن لم يكن له ولي وهو لا يحسن التصرف، فلا بأس أن المزكي يشتري بها حوائج يحتاجها الفقير من مصروفاته ويدفعها إليه حفاظا عليها من الضياع والتبذير. إذا تحققت المصلحة لدفعها عروضا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لأهل الزكاة الثمانية، هناك أيضا بعض المصارف التي وجدت في الأخير ويسأل كثير عنها، مثل يعني ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد أو في جمعية تحفيظ القرآن الكريم أو في الأوقاف؟ هذه ليست من المصارف الثمانية، هذه خارج المصارف الثمانية، هذه تبرأ تمول بالتبرعات والصدقات غير الزكاة. أما الزكاة فإنها لا تصرف إلا في المصارف الثمانية أو في أحدها. نعم. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي ليس عنده ما يكفيه، ليس له دخل يكفيه، هذا هو الفقير، ويعطى ما يكمل له نفقته الناقص. نعم. هذا السائل حفظكم الله يقول: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟ إذا علم أنه محتاج وغلب على ظنه أنه محتاج فلا حاجة إلى أنه يضرب، لكن إذا علم أن الشخص المدفوع إليه لا يأخذ الزكاة يتعفف عن الزكاة، فإنه يبين له يره أنها زكاة ولا يغشه ولا يريدها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا بارك الله فيكم، يقول: من كان عنده ثلث لميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟ الثلث ليس فيه زكاة، لأن مصرفه في أعمال البر، مصرف الزكاة. وأما مال الأيتام والقصر يجب فيه الزكاة لأنها حق في المال ويخرجها وليهم نيابة عنهم. نعم. حفظكم الله. هذا يسأل: من هم الأصول ومن هم الفروع بالنسبة لصلة الرحم وكذلك لدفع الزكاة؟ الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء هم الفروع. ولا تحل لهم زكاة قريبهم، لا تحل زكاة الوالد لولده، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه المال، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. وكذلك بالنسبة للوالد لا يدفعها لولده المحتاج، لأنه إذا كان محتاجا وليس له مورد يجب نفقته على والده، لا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد من أبها يقول: من ابتلي ببلوى في هذا الزمان في مرض أو في فاقة أو في حاجة ويتسخط من هذا القدر الذي أصابه من الله عز وجل، وكذلك أنه فقير وغيره من الناس يملكون أموالا كثيرة، فما حكم هذا التسخط وما هو المخرج؟ لا يجوز هذا التسخط بقدر الله، بل عليه أن يصبر ويرضى، يسأل الله أن يفرج له ما هو فيه، ولا يتسخط لقضاء الله وقدره، لأن قضاء الله لا بد أن ينفذ سواء رضي أو لم يرضى الشخص. ولكن إذا تسخط فاته
فاته الأجر استحق العقاب، أما إذا رضي فإن الله يأجره على ذلك وتكون المصائب والنوازل خيرة له في حياته ومستقبله. أحسن الله إليكم. هذا محمد من جدة يقول أنا أريد الزواج ومعي مبلغ للزواج وهو أكثر من النصاب، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على المبلغ الذي يبلغ النصاب فأكثر فإنه تجب فيه الزكاة لأي غرض كان، سواء للزواج أو للتجارة أو للبناء أو غير ذلك من مقاصدنا. أحسن الله إليكم. أم بدر من خميس مشيط تقول بيتنا ملاصق للجامع، وفي صلاة الجمعة أؤدي صلاة الجمعة في بيتي الملاصق لهذا الجامع ركعتين، فما حكم عملي هذا؟ هذا لا يجوز، لأنك خارج المسجد ولا ترين الإمام ولا أحد من خلفه، فلا تصح صلاتك مع الإمام في بيتك، عليك أن تصليها ظهرا. أحسن الله إليكم. أيضا تقول المستمعة هم بدر من خميس مشيط تقول ما هو أو ما هي حدود عمل المرأة أو ما الأشياء الضرورية بالنسبة للمرأة المحادة؟ المرأة المحادة في عدة الوفاة تجتنب الطيب في جميع أنواعه، فلا تطيب في بدنه ولا في ثيابها، في بدنها ولا في ثيابها، تتجنب الزينة في جسمها في الأصبع والألوان أو في زينة الحلي لا تلبسه، كذلك الزينة في الثياب لا تلبس ثياب الزينة، وكذلك تلزم المسكن الذي توفي زوجها وهي فيه تمكث فيه حتى يبلغ الكتاب وأجلنا. أحسن الله إليكم. من بلغها وفاة الزوج بعد شهر تقريبا من أين كم يبقى في عدتها؟ كل مضى من عدتها شهر ويبقى لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام. أحسن الله إليكم. محمد من جدة يقول هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة غربته عنها أكثر من عام؟ إذا تضررت من غيبته عنها واحتاجت إلى حضوره أو احتاجت إلى نفقة، المهم إذا تضررت من طول غيبته فلها أن تطلب حضوره أو الفراق. نعم. هناك وقت محدد يعني حدده الشرع في ذلك؟ 6 أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما هو الضابط الشرعي في تقديم التعازي لأهل الميت، خاصة ونحن نشاهد بعض الأخطاء في العزاء من إقامة الولائم وغيره؟ تعازي أهل الميت مستحبة، ذلك مواساة له، يقول له أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميت، في أي مكان وجده، في المسجد أو في الشارع أو في المتجر أو في المكتب أو في أي مكان، ولا حاجة إلى اجتماع ولا حاجة إلى عمل طاعة، إلا أنه إذا كان أهل الميت مشغولين بأنفسهم ولا يحضرون لأنفسهم الطعام فإنه يستحب أن يسرع لهم طعام قدر كفايتهم ويرسل إليهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول بالنسبة لحديث 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ما المقصود به؟ جنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عنهم قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، أولئك هم السبعون من اتصفوا بهذه الصفات. بارك الله فيكم وأثابكم الله. فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول ما معنى الفاضل والمظول وأيهما أفضل؟ الفاضل الذي فيه قضية من الفضائل الخلقية وفضائل الأعمال، والمفضول هو من دونه، الناس فيهم فاضل وفيهم مفضول، فالفاضل أكمل من المفضول. نعم. بارك الله فيكم. يقول بعض الإخوان إن من أدى أركان الإسلام الخمسة أصبح مسلما فقط. لا، الإسلام كثير ولكن هذه أركان الإسلام، وإلا فالإسلام كل ما أمر الله به فيفعل وكل ما نهى الله عنه فيجتنب كله من الإسلام، لكن منه ما هو أركان ومنه ما هو واجبات رائض ومنه ما هو مستحبات. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه مع الاستطاعة، وإلا فالإسلام شامل لكل الخير، لهذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هل الجلوس على أو الجلوس إلى الإشراق ملزم للمصلي؟ لا، إن أراد الأجر والثواب يجلس في المصلى في المسجد يذكر الله عز وجل إلى أن ترتفع الشمس فيصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة 5 سنوات والآن هو تائب، هل التوبة تسقط ذلك؟ لا، التوبة واجبة لكن لا بد من إخراج الزكاة، التوبة لا تكفي دون إخراج الزكاة فهي باقية في ذمته، فيتوب إلى الله عز وجل ويخرج الزكاة التي في ذمته، لا تسقط
يحبطها التوبة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: رجل باع سلعة لرجل غني بسعر، ثم جاءه آخر فقير فباعه فراعاه في السعر، فعلم الغني فجاء يعاتبه، فما حكم هذا البيع؟ باعها انتهى الأمر، لكن قد يكون سامها ثوب ولم يبيعها، أو وعده أن يبيعها عليه ولم يعقد البيع، هذا حر في ماله أو أن يبيع على من يريد. أما إذا تم البيع بالإيجاب والقبول وليس فيه خيار فإنه يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل في باقي الوقت؟ يكرر التشهد الأول، لا بأس، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني فيه من العلماء من يرى وجوب ذلك. أيضا يسأل يقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة، من العادة أن يتوقف قليلا، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟ إذا كان الإمام يجهر ويقرأ لا يقرأ المأموم، أما في سكتات الإمام فيقرأها المأموم ولو متفرقة. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء، أم الأفضل أن يستقل الوضوء ثم يغتسل؟ هذا هو الأفضل. نعم، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ ثم يغتسل، وإن أراد الطهارتين وأفاض الماء على جسمه بنية طهارتين الوضوء والاغتسال فلا بأس بذلك، ويدخل الوضوء في الاغتسال بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، ومن تركه فلا حرج عليه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ان توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله يقول: لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟ لا، المرأة لا ترفع صوتها حضرة الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم أتسبح الرجال وتصفق النساء، المرأة تصفق فقط عندما يسهو الإمام، عندما يسهو الإمام إنها تنبهه بالتصفيق ولا ترفع صوتها حيث يسمعها الرجال. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هو أو ما حكم التوسل بدعاء بعض الناس الصالحين؟ لا بأس بذلك، يقول لرجل من الصالحين حاضر عنده: ادعو الله لي، لا بأس بذلك، وقد فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فلما استسقوا أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله لهم بالسقيا، لأنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى بقبول الدعاء. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا حفظكم الله يقول: أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالا، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، هكذا كما شرع الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث. نعم. أيضا يسأل عن قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، ما المراد بهذه الآية؟ هل السماء تتوسع الآن أو أولا أو لا كما هو موجود في بعض المقررات؟ السماء خلقها الله واسعة، والأرض ممدودة، فأينما ذهبت فالأرض تحتك والسماء فوقك، ولا ينتهي حد السماء ولا حد الأرض، هذا معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: رجل كان مسافرا وجد ساعة ثمينة في إحدى محطات البنزين، ثم أخذ هذه الساعة ولا يعلم صاحبها، وبعد فترة تاب إلى الله وأراد أن يتخلص من هذه الساعة، فهل يتصدق بها أو يعطيها للشرطة؟ هذا أخطأ في أخذ الساعة بدون أن يتعرف على صاحبها أو يعرفها، هذا أخطأ ولا يحل له ذلك، والآن إن كان يعرف صاحبها يجب عليه أن يؤديها إليه، إن كان لا يعرف صاحبها ولا تمكن معرفته ويأس من الوصول إليه فإنه يبيعها ويتصدق بها من هنا. أحسن الله إليكم. مسأل عن كفالة الأيتام عن فضل هذه الأعمال الخيرة والصدقة لهم. كفالة الأيتام شيء عمل جليل، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، لكفالة الأيتام الذين ليس لهم مال وليس لهم من يقوم على إنفاق عليهم، فيه خير كثير وفضل عظيم. نعم. امرأة مرضت مرضا شديدا فنذرت أن شفيت تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفاها الله سبحانه وتعالى صامت، ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبناؤها
أو تطعم عن كل يوم؟ ما دامت عاجزة عن الصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا شفاها الله فإنها تصوم في المستقبل 3 أيام من كل شهر. وإذا كفرت عن الأشهر التي لم تصومها بسبب المرض، يعني أطعمت عن كل يوم مسكين، هذا أحوط. هذه امرأة حفظكم الله تسأل، تقول أنها اعتمرت مع أخيها ولم تستأذن من زوجها، ما صحة هذه العمرة؟ إن كانت عمرة الإسلام لم تعتمر من قبل فلا مانع تعتمر مع أخيها، لكن لا بد أن تستأذن من زوجها لأجل أن لا يكون في نفسه عليها شيء أو يحصل سوء تفاهم، استأذن من زوجها. أما إذا كانت هذه العمرة نافلة لا يجوز لها أن تعتمر إلا بإذن زوجها. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول أنا امرأة عند رجل يرتكب بعض المعاصي والآثام الكبيرة كالمخدرات ونحو ذلك، وهي تعاني من هذا الرجل، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم، إذا كانت كما ذكرت عند رجل يتعامل بالمخدرات والعياذ بالله فإنها لا تقيم عنده، بل تطلب الفراق منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول حث الرسول صلى الله عليه وسلم الكبار على الصف الأول، فبعض الأئمة ينكرون على الصغار ويمنعونهم من الصف الأول وخاصة الوسط خلف الإمام، فيقول لهم ليس هذا مكانكم والكبار يتقدمون، فما رأي فضيلتكم؟ إذا جاء الكبار والصغار معا إنه يقدم الكبار، أما إذا جاء الصغار أولا ثم جاء الكبار وقد أخذ الصغار أماكنهم في الصف فلا يجوز طردهم عن مكانهم الذي سبقوا إليه. أحسن الله إليكم. رجل متزوج باثنتين وحدث بينه وبين إحداهن صدود، تخيرها بين أمرين، إما التسليح وإما أن تبقى معه على شرط أن تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية، ما صحة هذا التنازل؟ أبس بذلك إذا رضيت بذلك، لم يكرهها ولم يجبرها وإنما هي رضيت بذلك وسمحت به عن طيب نفس فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا، فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ إذا صلى في الطريق وقصر الصلاة أو جمع فإنه إذا وصل إلى البلد لا يصلي، لا يكررها مرة ثانية لأنه صلىها وأدها. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله يقول ما هو الضابط الذي نعرف من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله شركا؟ كل الدعاء لغير الله شرك، كل الدعاء لغير الله شرك أكبر، ذلك أن الدعاء أعظم أنواع العبادة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فالدعاء غير الله والعياذ بالله شرك أكبر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو سافر شخص إلى مدينة وكانت مدة هذا السفر 4 سنوات هل يقصر الصلاة؟ لا، إذا نوى الإقامة مدة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأن السفر انقطع بنية الإقامة الطويلة، أصبح مقيما لا مسافرا. نعم. يأخذ أحكام المقيمين، يصوم رمضان ويتم الصلاة ولا يترخص برخص الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز لمصلي فاتته ركعة ثم وجد الإمام ساجدا أن يكبر ثم يسجد أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟ الأفضل له أن يسجد أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يسجد مع الإمام ليحصل على الفضيلة ولا يبقى واقفا حتى يرفع الإمام. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول ما معنى قول الله عز وجل للسائل والمحروم؟ زكاة للسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل هو الذي يسأل الناس يمد يده إليهم، وأما المحروم فهو المحتاج الذي لا يسأل، هو محتاج ولكنه لا يسأل تعففا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العظيم الجليل الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. كان معكم الزميل ناصر الجريسي وكذلك عبد الله المواش، والسلام عليكم.